أهلا بحضراتكم معانا في أخبار مساء الخير لهذا اليوم، ونبدأها بتوجيهات من السيد الرئيس لمواصلة مصر مساعدتها لدولة لبنان، حيث تقدم مساعدات عاجلة وتقلع الطائرة العسكرية الثالثة. نشوف مع بعض. استكمالا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز أزمتها الحالية، أقلعت طائرة النقل العسكرية الثالثة والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية. من جانبه قدم مندوب قيادة الجيش اللبناني العميد الركن إلياس جبر الشكر والتقدير للقيادة المصرية، والتي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات. باسم العماد قائد الجيش، بحب أتشكر دولة مصر الشقيقة على المساعدة السريعة والقيمة اللي عم تقدمنا إياها. نحن معودين على الدولة المصرية على تهد دغري لنجدتنا بالكوارث ونجدة الأشقاء كلهم سوا. منتشكر فخامة الرئيس السيسي، منتشكر الشعب المصري. كما أعرب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لواء الركن محمد خير عن عميق شكره وامتنانه للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة والوقوف بجانب الشعب اللبناني في محنته الحالية، وهي دليل على تاريخ العلاقات اللبنانية المصرية اللي فش التاريخ حياة الكارثة اللي وقعت على لبنان وعلى مدينة بيروت بصورة خاصة لا تقدر بأثمان، خاصة يعني الوقوف الشعب المصري والدولة المصرية اللي إلى جانب المتضررين وإلى جانب الشعب اللبناني وإلى جانب الدولة. هذا دليل خير وعافية للعلاقات اللبنانية المصرية. يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني. أعلن منذ قليل حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية استقالة حكومته قائلا: الله يحمي لبنان، فمنظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة وهي أكبر من الدولة. ولنضع خطوطا تحت هذه الجملة لمناقشة ضيفنا فيها. وخلال كلمة له منذ دقائق قال حسان دياب إن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي، وقال فساد بعض الأطراف في لبنان أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل: الخطر كبير من مصائب أخرى بحماية الطبقة التي تتحكم بمصير البلد وتعيش على الفتن وتتاجر بدماء الناس. نحن أمام مأساة كبرى ويفترض التعاون لتجاوز المحنة. البعض لا يهم سوى تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة، والمطلوب تغيير من كانوا هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني. بعض الأطراف حاولت تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصاد. الحقيقة انه سيدي الفاضل السيد حسان دياب رئيس حكومة لبنان، سكوت هذه الحكومة على هذه الأوضاع وهي ليست بجديدة مشاركة. واذا كان حضرتك بتقول ان بعض الأطراف حريصة على خطابات شعبوية، الشعب رفض الكل. تعال شوف معانا كده. حجم المأساة أكبر من أن يوصف، لكن البعض يعيش في زمن آخر لا يهمه من كل ما حصل إلا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة. كان يفترض أن يخجلوا من أنفسهم، لأن فسادهم أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات، والله أعلم كم من مصيبة يخبئون تحت عباءة فسادهم. لكن هؤلاء اعتادوا التغيير في مواقفهم لتزوير الحقائق، بينما المطلوب هو تغييرهم
لأنهم هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني. نعم، هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني. لكن المفارقة الأكبر أن هؤلاء وبعد أسابيع على تشكيل هذه الحكومة حاولوا رمي موبقاتهم عليها وتحميلها مسؤولية الانهيار والهدر والدين العام، فعلا يلي استحوا ماتوا. لقد بذلت هذه الحكومة جهدا كبيرا لوضع خريطة طريق لإنقاذ البلد. كل وزير في هذه الحكومة أعطى أقصى ما عنده، لأننا حريصون على البلد وحريصون على مستقبله وعلى مستقبل أبنائنا فيه. اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد مع كل تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية. همنا الأول هو التعامل مع هذه التداعيات بالتوازي مع تحقيق سريع يحدد المسؤوليات ولا تسقط فيه الكارثة بمرور الزمن. نحن اليوم نحتكم إلى الناس، إلى مطلبهم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي من دولة الفساد والهدر والسمسرات والسرقات إلى دولة القانون والعدالة والشفافية، إلى دولة تحترم أبنائها. أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان. عشتم وعاش لبنان. الله يحمي لبنان. يا سيدي، تجددت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين كثيرين غاضبين في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت. أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما حاول المحتجون التقاط قنابل الغاز لرشق قوات الأمن، وحاول المتظاهرون إسقاط الجدار الفاصل بينهم وبين البرلمان، مرددين هتافات مناوئة للنظام الحاكم والنخبة السياسية في لبنان بعد أقل من أسبوع من تفجيرات شهدتها بيروت وراح ضحيتها عشرات وأصيب الألاف. تعالوا نشوف هتافات الشعب اللبناني والشباب اللبناني تجاه النخبة السياسية ايه. ميشيل عون يلا فل، خلصت قصة بي الكل، عهدك والله عهد الزل، ويلا ارحل ميشيل عون، يلا ارحل ميشيل عون، ويلا ارحل ميشيل عون، يلا ارحل ميشيل عون. وسهرك حكمتوا فينا، نحن لكم ما عد فينا، فينا نكحشكم فينا، ويلا ارحل ميشيل عون، يلا ارحل ميشيل عون، ويلا ارحل ميشيل عون، يلا ارحل ميشيل عون. ما بيه بري ويا اشوش، حقك والله 5 قروش، شعبي ما عاد مغشوش، ويلا ارحل يا نبيه، يلا ارحل يا نبيه، ويلا ارحل يا نبيه، ويلا ارحل يا نبيه. شكرا الا للماما، تكوي لك البيجاما، هي بلادي نزل سلامة، ويلا ارحل يا شبران، ويلا ارحل يا شبران، ويلا ارحل يا شبران، ويلا ارحل يا شبران. سنيورا يا حرامي، تلبق لك الصرامي، هي بلادي لا تعمل لي آدمي، ويلا ارحل يا فؤاد، يلا ارحل يا فؤاد، ويلا ارحل يا فؤاد، يلا ارحل يا فؤاد. الموج جعجع ما بتركاب، واحد منافق كذاب، عياشتنا بالعذاب، ويلا ارحل يا سمير، يلا ارحل يا سمير، يلا ارحل يا
سمير يا سمير. جون بلاد حاجة حور شعبي كله عم بيفور انكشف ايه والله المستور ويلا ارحل يا وليد يلا ارحل يا وليد ويلا ارحل يا وليد يلا ارحل يا وليد وكلن كلن يعني كلن ما منستثني واحد منن ونصر الله واحد منن يلا ارحل يا حسن يلا ارحل يا حسن وما مننسى باقي النواب بنعيدها وما مننسى باقي النواب كله سارق ونصاب الحرية صارت عالباب يلا فلوا يا نواب يلا فلوا يا نواب ويلا فلوا يا نواب يلا فلوا يا نواب ويلا فلوا. شعب جميل محب للحياة، فنان مبدع، حتى هتافاته ما هياش بصوت كريه منفر محشرج ومش بيموت نفسه، لا هو عارف ان هو لازم يعيش ولازم يحيا، فبيهتف بيأدي دوره زي ما انتوا شايفين. كفر اللبنانيون بكل التيارات السياسية. ايه قيمة التيارات السياسية؟ التيارات السياسية قيمتها انه يطلع تيار يقولك انا مع العمال، يطلع تيار تاني يقولك لابد من بناء الاحزاب، يطلع تيار تاني يقولك لابد من مساندة الفلاحين، يطلع تيار يقولك العاملون بالسياحة لهم نصيب في مطالباتنا. كل دي تفاصيل، لكن اذا كان الوطن بيضيع فليكفر الشعب بكل التيارات وكل الاسماء المتحكمة باقدار اللبنانيين في تبادل أدوار وتغيير لمربعات الشطرنج من عشرات السنين زي ما سمعتوا كده كل الأسامي. طيب النهاردة شارك سيادة الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر في الاجتماع اللي نظمته الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في لبنان. أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية يقول إن الوزير شكري حرص في كلمته خلال الاجتماع على تقديم تعازي مصر للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا التفجيرات المروعة التي شهدتها بيروت وبالتحديد مرفأها في 4 أغسطس الجاري، داعيا لتأكيد التزام المجتمع الدولي بدعم لبنان خلال تلك اللحظات الصعبة. دكتور هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث الاستراتيجية، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. يعني أولا أحب أخذ من حضرتك تعليق على مؤتمر المانحين اللي وصف بأنه متعجل ككثير من تصرفات ماكرون، وبعد كده نتكلم في اجتماع النهاردة. يعني مؤتمر المانحين اللي دعا له ماكرون ربما يكون خطوة يراها البعض بحسن نية وغير مساعدة الشعب اللبناني، لكن أعتقد أن كل طرف في ظل الأزمات يكون له حساباته، على اعتبار أن يمكن فرنسا لها ارتباط تاريخي بلبنان ويمكن ده كان فرصة مهمة لمحاولة استعادة هذه العلاقات ومحاولة بسط حبال لاستعادة الثقة أو تحقيق أهداف معينة بالنسبة لماكرون بشكل أساسي. لكن أعتقد إن يمكن الشعب اللبناني يدركه بشكل كبير بعض المآرب الأخرى اللي يمكن موجودة وبعض الأهداف اللي يسعى ليها ماكرون. ليس هناك فكرة المساعدة أو الصورة المثالية التي يراها البعض بالنسبة للنموذج الفرنسي. أعتقد إن يمكن البعض يدافع أو يسعى إلى تحقيق مصالحه، ويمكن ده مفهوم بشكل أو بآخر، لكن أعتقد إن مؤتمر للمانحين ربما يحتاج بعض الترتيبات، ويمكن في ظني ان يمكن قد يكون هناك دور عربي مهم في هذه الخطوه بعيدا صحيح. عن الادوار التي ربما يحيط بها بعض الشبهات او بعض العلامات الاستفهام. وده كان التبرير بتاع الجانب الروسي ان روسيا لم تشترك في هذا المؤتمر هي وعدة دول، لانه تم الاتفاق او يعني تم اقتراحه على عجل، وانه هو سيجلب بضع ملايين بينما تحتاج لبنان الى من 5 إلى 8 مليار دولار لإعادة إعمارها. طب أهمية بقى أن يعقد مجلس الأمن والأمم المتحدة جلسات حول الوضع الإنساني في لبنان؟ يعني بالانتقال لفكرة ماكرون، أعتقد أن يمكن دي كانت مبادرة فردية ولا يغيب عنها بعض الأهداف وبعض يعني الاستحقاقات الخاصة بماكرون نفسه أو على مستوى فرنسا. لكن عندما يتم طرح هذا الأمر بالنسبة ليه الأمم المتحدة كمنظمة عالمية ومجلس الأمن وغيره، أعتقد أن يكون هنا في بعد دولي وبعد إنساني ربما يحظى بشرعية أكبر من
شرائط المبادرات الفردية ويمكن تكوين نواة وإطار مؤسسي وكمنظمة دولية لمحاولة تنظيم هذا الأمر بشكل جيد ومحاولة يمكن خطاب أكبر عدد من الدول ومحاولة يمكن أفرع ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة في محاولة التجهيز لهذا المؤتمر، وربما ده يكون يحظى بشرعية أكبر ويحدث أثر أبعد وأكبر مما يحدثه أي مبادرات فردية في هذا الأمر، علاوة على أنه بيخرج يمكن الأزمة اللبنانية من الخندق الموجود فيه، محاولة إبراز الاستقطابات والأدوار الخارجية ومحاولة يمكن تركيز الضوء أكبر على المسألة اللبنانية في ظل انشغال الرأي العام الدولي وبعض الأزمات الأخرى. ربما يكون ده إطار جامع ومهم لمحاولة مساندة الشعب اللبناني ووقوف الدولة اللبنانية على قدمها مرة. دكتور هاني، سؤالي الأخير لحضرتك هو يعني ليه بتتوقف جهود الدول الأوروبية والغربية في حالات الخراب على مؤتمرات إعادة الإعمار وترتيب شوية فلوس، بينما هي قادرة على الضغط لوجود، مش هقول نظام سياسي لأن النظام السياسي في لبنان نظام ديمقراطي وبيتسع للجميع، لكن وجود شخصيات تليق بهذه الأماكن تعمل لمصلحة الشعب، ما تسرقش ما تفسدش. أنا مش قادر أتصور أنه رئيس الحكومة النهاردة بيقول أنه الفساد متجذر في مفاصل الدولة وهو أكبر من الدولة، ده اللي قاله حسان دياب من دقائق يعني. نعم، والله أنا شايف المنظمات الدولية بتهتم أكتر فيما بعد الكوارث، على اعتبار أن يمكن إحنا بننظر الأمر من منظور فكرة الدولة العربية أو الشرق الأوسط، لكن الأزمات التي يعاني منها النظام العالمي كبيرة ومتشعبة، بمعنى أن يمكن قد يكون في حساب أولويات هذه الدول بعض الأمور أو بعض القضايا الأخرى اللي هي في مركز اهتماماتها، وده بيخليها ليها تركز أكتر على أمور أخرى، علاوة على فكرة أنه هو بعض المبادئ اللي بتحكم فكرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبادئ الأمم المتحدة، علاوة على سبب آخر خاص بتضارب المصالح وتشابك وتعقيد المشهد بنسبة كبيرة خاصة فيما بين الأطراف المختلفة، ويمكن عندنا مثال الأزمة السورية والأزمة الليبية وغيرها من هذه الأمور. لكن لو تسمح لي حضرتك، أنا كنت متخيل اللي حضرتك هتتحدث عن الأزمة اللبنانية كنظام السياسي اللبناني، فأنا شايف اللي ممكن سريعا أتحدث عن بعض النقاط التي تلخص المشهد اللبناني وصولا إلى هذه المرحلة. أعتقد أن احنا عندنا بعض الأسباب الرئيسية فيما يتعلق بلبنان. أولا، في رأيي أزمة الدولة والمؤسسات، وجود دولة داخل الدولة ودولة عميقة، ويمكن هنا النموذج اللي نتحدث عنه حزب الله في الداخل اللبناني طبعا. أيضا العنصر الثاني هو استقطاب الولاءات الكبير في الداخل اللبناني، على اعتبار أنها أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف مختلفة، ومنها التدخل الإيراني والسوري وغيره. يمكن كان شهدت بيروت تفجيرات عدة الاستفارات وغيره من هذه الأحداث. العنصر الثالث يتمثل في المأسسة الطائفية اللي فرضتها الوضع اللبناني، وهي مأسسة توافقية بعكس المأسسة الطائفية العراقية اللي هي إجبارية بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم أن هذه المأسسة طائفية لكنها ربما تحدث أثر إيجابي، لكنها تحدث أثر سلبي، على اعتبار أن المكون الطائفي دائما ما يحضر في الانتخابات ويحضر في تقسيم الموارد وتقسيم الصلاحيات، وهو يؤدي إلى بعض الآثار السلبية بعيدا عن فكرة المواطنة ذاتها. العنصر الرابع أزمة النخبة السياسية اللي هي يمكن نخب تقليدية، ويمكن حالة ملل من المواطن الإيراني تجاه هذه النخبة التي فشلت جماعها بلا استثناء، يعني نحن هنا نتحدث عن درجة الفشل ليس درجة النجاح، كلهم فشلوا ولكن بنسب مختلفة. العنصر الخامس هو فجوة الثقة بين الشعب والنظام السياسي، واللي يمكن كانت عملية متراكمة منذ سنوات وظهرت بشكل كبير في الفترة السابقة. والعنصر الأخير هو الفساد اللي حضرتك تحدثت عنه، على اعتبار أن لبنان دولة لديها موارد، ويمكن هي يمكن لقلقة العرب، لكن الفساد ونسبة الفساد المرتفعة أصبح الوضع الآن بما هو عليه نتاج سياسات متعاقبة وتجذر الفساد بشكل كبير. أعتقد أن يمكن دي العناصر اللي أقدر ألخص بها المشهد اللبناني، فبالتالي الأزمة متعمقة ومتجذرة بشكل كبير، لكن أعتقد أن يمكن استقالة الحكومة ربما تفتح مجال لاستقالات وانزواء النخب السياسية عن المشهد، وهو بداية الدولة اللبنانية. شكرا جزيلا يا فندم دكتور هاني سليمان، المدير التنفيذي المركز العربي للبحوث الاستراتيجية. نتمنى أن تفتح الطريق أمام وطنيين لبنانيين حقيقيين
اي حد في موقعه 20 30 سنه لابد ان يعني تحوم حوله شبهه فساد. يعني يعني الاسماء اللي موجوده ان كان عون وميشيل عون ولا سمير جعجع ولا فؤاد السنيوره ولا حسان دياب ولا كل الاسماء وجبران باسيل، الاسماء دي موجوده ومطروحه على الساحه اللبنانيه من عشرات السنين. يعني ما فيش حاجه جديده. لو كان في ايديهم حاجه كانوا عملوها وكانوا وروا للعالم. لكن يعني انا بشكر جدا دكتور هاني على هذا التحليل الجيد الحقيقه، وهناقش فيه ضيفي. تعالوا ناخد تقرير كده نفصل بيه ونرجع لحوارنا مع دكتور الياس الحاج أستاذ الفلسفة وعلم النفس بالجامعة اللبنانية. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال دعماً للبنان ومساندة له في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة اللبنانية جراء انفجار ميناء بيروت البحري قبل نحو أسبوع، وصلت اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت طائرة الشحن العملاقة الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي بدأ منذ أيام، حيث حملت الطائرة 14 طناً من الأدوية الضرورية لصالح وزارة الصحة اللبنانية، إلى جانب الدقيق اللازم لتعويض فقد لبنان مخزونه الاستراتيجي جراء انهيار وتلف صوامع التخزين المركزية داخل الميناء البحري. وفي سياق متصل أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم الدول والمنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر باريس لدعم لبنان تعهدات بنحو 253 مليون يورو على المدى القصير لمساعدة الشعب اللبناني، في الوقت الذي طالب بيان مؤتمر المانحين للبنان والذي عقد عن بعد بتنظيم من باريس بتحقيق موثوق ومستقل في انفجار مرخأ بيروت. على جانب آخر، لا تزال استقالات الوزراء اللبنانيين وأعضاء البرلمان تتوالى بعد الانفجار المروع في مرخأ بيروت والذي خلف خسائر فادحة فضلاً عن عشرات القتلى وألاف الجرحى، لكن هذه الاستقالات لم تطفئ غضب ألاف اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع متظاهرين ضد فساد الطبقة السياسية التي تسببت في انهيار لبنان وتحول عاصمته السعيدة إلى مدينة منكوبة. طبعا استقالة الحكومة بكاملها جاءت بعد إعداد هذا التقرير، يعني علشان كده لم يذكر استقالة الحكومة. طيب دكتور إلياس مساء الخير. أنا مش قادر أسمع حضرتك. مساء الخير على حضرتك دكتور إلياس الحاج. مساكم يا ألف أهلا، شرفتونا. أهلا بيك يا دكتور. ويعني عايز ابتدي مع حضرتك من حيث لا يمكن العودة لنفس المشهد مرة أخرى في بيروت بإذن الله. في رأي حضرتك بإذن يعني مش هقول إيه اللي وصلنا لكده، لكن عايز ابتدي مع حضرتك بكيف نخرج من هذا المشهد المأساوي اللي احنا بنشوفه من يوم الثلاث اللي فات الساعة 6 بعد الظهر. أولاً أستاذي الكريم، تحية إلى بلاد مصر العريقة، وشكرا إلى سيادة الرئيس المصري الذي التفت إلى لبناننا المنكوب. أحييكم وأتمنى ازدهار هذه المحطة ميسات إن شاء الله بدوام التوفيق. طبعا اسمح لي أن أستهل بمقدمة. السياسة في الفلسفة وأفلاطونيا بالتحديد نفهمها على أنها أرقى أنواع الفنون على الإطلاق، بل هي صناعة الإنسان
لذا هي الصناعة الأرقى. السياسة في كل العالم مسخت، أسيء فهمها، أسيء تطبيقها، وبات الإنسان في معظم الأنظمة آخر هم عند ممارسي السياسات في العالم، باستثناء الإنسان اللي جالس على الكرسي. طول عمرك حبيب القلب. أشكر 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 ذوقك، كلك لطف. أولا، ما حل بلبنان لم يعرفه لبنان البتة من قبل. صحيح. على الرغم من حروب توالت وازدحمت وأبادت وقتلت ودمرت، أما الحدث النكبة بل المذبحة نزلت حقيقة بمثابة إبادة جماعية على نصف العاصمة بيروت بالسواء على الحجر وعلى البشر. سيدي، أنا لست محللا سياسيا، أنا مواطن عادي لي شرف الانتماء إلى وطن اسمه لبنان. لبنان جنة، شياطينه ساسته منذ الاستقلال وحتى اليوم. هؤلاء الساسة وصلوا تحت راية الطوائف، ما واحد منهم خدم طائفته أو ابن طائفته، بل كان كل همه أن يربي له أزلاماً في الإدارات العامة. صحيح ما قاله في كتاب استقالته الرئيس دياب هذا المساء ومنذ قليل، إن الطغمة الفاسدة مشرشة في دوائر الدولة، وقد اعترف بأنه لم يقوى على محاربتها ولم يقوى على تطبيق القانون الوطني الإنساني الشفاف النظيف. أنا لا أتكلم في الأشخاص، أنا في حداد على وطن الإيمان بالله، على وطن الأبجدية الفينيقية التي صدرت من بحرنا إلى دول العالم. أنا في حداد على وطن الإنسان الحق، الإنسان الكائن على ما يجب أن يكون. لبنان وطن الإنسان، وطن التاريخ العريق، وطن التراث، وطن النور، وطن الإيمان، وطن العلم. يا سيدي يا سيدي، أنبتت جامعاتنا جيلا من الشبيبة المثقفة والمتعلمة، من حملة الشهادات العالية منذ زمن طويل، وتحت هذا الأخطبوط السياسي المستبد لا يسمح لجيل العلم، لجيل الشهادات العالية، أن ينخرط في إدارات الدولة لخدمة الدولة. لقد طوقوا كل شيء، لقد صادروا أنفاس الناس، صادروا أموال الناس، وها هم مؤخرا أسقطوا تحت المصادرة دماء 200 شهيد و6000 جريح أو مصاب. هذا الوضع المثري بات مرفوضا، وأنتم تشاهدون عبر شاشاتكم وعبر شاشات أخرى ما الذي يجري من أبناء الجيل الجديد على ساحة بيروت. لماذا محرب الوصول إلى وظيفة إدارية لشبيبة الجيل الجديد؟ لماذا تتوارث السياسة
والمناصب السياسية من الجد إلى الابن فالحفيد، وأجيال العلم مقهورة بحرقة تعاني تكابد تتفرج تتألم تتمزق، وها الشارع قد فجرته لتنتقم من كل المعاناة. دكتور إلياس، يعني أفهم من كلام حضرتك أنه يعني إذا كان المشكلة في الفلسفة والفينومينا المحركة لعقل لبنان الحاكم وعقل الطغمة السياسية الموجودة، يبقى إذن يعني مش مهم تطلع إسرائيل تطلع إيران تطلع اللي يطلع يطلع حزب الله، المهم إن احنا نغير هذا العقل. عشان كده بدأت مع حضرتك وسألتك كيف نغير هذا العقل الذي يحكم هذا الوطن قديم الأزل وعظيم الحضارة والثقافة والفن المسمى بلبنان. يعني اسمح لي أن أعلن وعلى مسؤوليتي، الطغمة الحاكمة هذه التي ورثت وأورثت الحكم لا تمتلك عقلا حصيفا يميزها، هي استبداد من غير عقل، هي إقطاع من غير قلب. يا أخي، لم تراعى حرمة الإنسان المواطن البتة، أطاحوا كل شيء، أطاحوا البشر وأطاحوا الحجر. يعني هل في رأي سيادتك أن العالم وضمير الإنسان لم يتقدم منذ إلقاء قنبلتي هيروشيما وناجازاكي؟ بالمناسبة امبارح كان الذكرى 75 لناجازاكي، فيعني لم يتقدم ضمير الإنسان حتى يقضي بقتل كل هؤلاء وجرح كل هؤلاء من أجل البقاء على كرسي أو نظام سياسي؟ وإذا كانوا زي ما سيادتك تفضلت الطائفية هي من جاءت بهم، كيف اتفقوا على شيء واحد هو خراب المواطن اللبناني؟ أستاذي الكريم، إذا تفحصت ودققت مليا في أولياء الحكم في لبنان، هم الذين أعلنوا حرب 1975. انطلقت الحرب لم يقولوا لماذا، حاربوا قتلوا حوالي 200,000 ضحية وشهيد، ثم أوقفوا الحرب لم يقولوا لماذا، ونحن لم نفهم كل الذي جرى لماذا جرى، ثم اتفقوا فيما بينهم وتقاسموا السلطات، تقاسموا الحكم، تقاسموا الدولة بكل ما فيها. لذا أقول لك العالم، أنا في قناعة الفلسفية، فتش دائما عن هوية الحاكم العلمية الإنسانية العقلية. هل هو راجح العقل؟ هل يمتلك عقلا سديدا قويما؟ أم إذا شرح في مجالسات معه يكون إنسانا موتورا معقدا غير كامل العقل أو غير ممتلك العقل؟ طيب الصالح دكتور إلياس الذي يخوله ممارسة الحكم. دكتور إلياس، هل حضرتك فضل. متفائل بالقادم إن كان هم هؤلاء يتم إقصائهم عن المشهد بحسب الطلب اللبناني، هل يستطيعون من أسفل الطاولة ومن خلف الستار أن يديروا المشهد كما رأينا سياسيين عرب في دول أخرى عملوا كده، ونأتي بعروسة جديدة ماريونات ليحركها هؤلاء في استمرار خراب لبنان؟ طبعا إذا لاحظت حضرتك، ختم رئيس الحكومة المستقيل هذا المساء ردد لمرات ثلاث: اللهم احمي لبنان، حمى الله لبنان، اللهم احمي لبنان، حمى الله لبنان. أخافني بذلك، وأنا أقول وكذبني الله تعالى،
إزاحة هذه الطبقة المشرشة الحاكمة البلا ضمير البلا ضمير المفعمة بالأدنية، إزاحة هذه الطبقة ستكلف لبنان دماء. هؤلاء الشبيبة في الشوارع كلما شاهدتهم أقول ربما من بينهم سيكون للبنان شهداء. اللهم لا تأخذ بكلامي، لكن هذا ما أراه، لأن التحصينات التي أقاموها حول دورهم حول قصورهم، ولأن المسلحين الذين باتوا منذ الأمس يطلقون الرصاص الحي على الشبيبة المعترضة المتظاهرة المحتجة، هذه إشارة حمراء خطرة أخافت رئيس الحكومة المستقيل وأخافتني أنا بكل ما أملك من رؤى ومن عقل واضح. لذا التغيير يكون بالتغيير، لكنه على ما أرى سيكون تغييرا مكلفا لنا، لأن الطبقة الحاكمة يمتلكها العناد والإصرار والسحر الذي علقها بكرسي ترفض أن تبارحه أو تبرحه أو تغادره وتتركه. واقع أليم، واقع أليم. حتى سمعتم أنتم بين المتظاهرين، بين الذين لقاهم الرئيس الفرنسي، من طالب بعودة الانتداب. طبعا نحن لسنا مع عودة الانتداب، نحن نقف ضد الانتداب، لأن الطبقة الحاكمة تحكم وكأنها غريبة عنا وكأنها منتجبة علينا. نحن نريد الديمقراطية الصحيحة السليمة التي تعمل لمصلحة المواطن ولمصلحة الوطن. طيب دكتور إلياس، في لقاء سابق تشرفت بإجرائه مع الفيلسوف المصري الكبير دكتور مراد وهبة، وكنت أتحدث معه عن 25 يناير في مصر، فقال لي إن النخبة خانوا الشعب لأن ليس لهم بديلا. ما هو البديل؟ الشباب يستطيع أن يعترض ويخرج ما في داخله، لكن لا يستطيع أن يمأسس هذه الثورة وهذا التغيير إلى خارجية ودفاع وتموين وموانئ. يا أخي عفوا عفوا يا حبيب القلب، ثق تماما وعلى مسؤوليتي ما فوق ومع وبين هؤلاء المتظاهرين المحتجين المعترضين المصرين على اقتحام الدور والقصور والبلاطات. نخبة راقية أخلاقيا علميا، وهي تلم بالاختصاصات كلها، وهي مقتنعة بوجوب نبذ كل الشعور الطائفي. أنا أثق تماما بهؤلاء الذين في الشوارع اليوم، عندي ملء الثقة بأنهم هم رجال التغيير، وبينهم من هو أهل للإمساك بالوزارات السيادية وبسائر الوزارات، لأنهم أهل اختصاص، لأنهم حملة شهادات عالية، لأنهم أصحاب رؤى علمية لخلاص الوطن وإنقاذ الوطن. دكتور إلياس عفوا، أنا لا أشكك في قدرة الشباب اللبناني على قيادة الوطن، كل في منصب، لكن التصور العام للبنان الجديد، أنا أتحدث عن وجود بديل. هل هيكون في مجلس نواب، مجلس شيوخ، وزارة كيف يتم تشكيلها، من يختار للرئاسة، هل يأتي مجلس لتسيير الأمور حتى يحدث؟ دعني أسألك عن شيء آخر ربما ما نتحدث عنه حتى الآن من مسؤولين غير أهل لمسؤولياتهم، هم أفراد، لكن ما تقييم حضرتك لكيان عجيب غير موجود في أي دولة في المنطقة، كيان إرهابي ميليشياوي مسلح
لقب في الأول بأنه مقاومة مسلحة حتى تم تدجينه واستؤنس وأصبح يعني بشهادة المحللين يسير لتخريب بلاده بإمرة أعداء هذا البلد. طبعا عن حزب الله أتحدث يعني لا أستنكف من قول طبعا طبعا استوعبتك مع أنني لا أدخل بهذه التفاصيل، إنما أقول يا أخي في قراءة للتاريخ العالمي الإنسان المهذب المثقف المسالم يرغم أو هو يرغم نفسه على اصطفافات مع القوي مع المسلح مع الذي يقتني السلاح يحارب في الوطن وخارج الوطن. هذه نكبتنا، هذه مصيبتنا. وخذها مني يا أخي الحبيب، كل دولة تأذن بأن يدخل في أحشائها سلاح غير سلاح الشرعية هي دولة إلى دمار وخراب حكما وحتما. أنا لا أؤمن إلا بالجيش اللبناني بالقوى الأمنية اللبنانية، وسلاح هذه القوى كاف لأن يدرأ كل الأخطار عن وطن لبنان. لم يكن من داع البتة لأن يحشى لبنان بمتفجرات بنوويات بأسلحة حديثة مدمرة، وكلنا شاهدنا وحصدنا النتائج. لماذا؟ هل هذه هي حياة الإنسان؟ هل هذه هي حياة لبنان؟ لا، اللبناني يرفضها، لا يريد السلاح، لا يريد أن يبقى تحت ما يسمى الجهاد، ما يسمى التقاتل، ما يسمى حياة الموت. اللبناني يا أستاذي الكريم يؤمن بثقافة الحياة، ولأنهم حرموه الحياة لذا هو اليوم يناضل ويجاهد وينزل الساحات ومستعد لأن يبذل الغالية والنفيس وصولا إلى لبنان الكرامة، إلى لبنان الشهامة، إلى لبنان الحياة التي يستحقها إنسان الحياة. طيب سؤالي الأخير لحضرتك دكتور إلياس، وحضرتك أستاذ فلسفة، وأساتذة وعلماء الفلسفة هم من يخططون للأوطان وهم من يستشرفون الغد والمستقبل، كيف ترى ما ستحمله الأيام القادمة بعد استقالة الحكومة؟ هل يستقيل الرئيس ميشيل عون؟ هل يظل في منصبه معترضا على التحقيق الدولي؟ هل يجبر على الخروج من قصره بعد يعني دعوات للتظاهر أمام قصر بعبدة الرئاسي؟ يا سيدي، السيد رئيس الجمهورية كان من قبل رئيس حكومة في القصر الجمهوري، وخرج تحت ضربات الطيران السوري إلى السفارة الفرنسية ثم إلى باريس. أنا برأيي هو رئيس عنيد، وحاشيته لا تنصحه، حتى لو هو رضخ وقبل وأذعن لمشيئة الدول وبخاصة لمشيئة فرنسا، فالحاشية ترفض وتعتبر ذلك إذلالا، وإن كان في هذا المخرج إحقاق لحقوق الشعب المنتفض والمناهض. اليوم يا سيدي أنا لست حزبيا، أنا طول حياتي لم أنخرط في حزب، لم أصفق لحزب، أنا لم أنتخب نيابيا، لأنني صاحب رؤية أراهم أعرفهم تعرفت بهم عرفت إلى ما يريدون الوصول، تعرفت إلى أين يبغون الوصول بهذا الوطن، إلى أي درك تحتي سفلي، ولذا لم أنتخب. إذن العناد صفة في السيد الرئيس،
العناد صفة تضخ الحماس في عقل السيد الرئيس بألا يستقيل. لذا أقول مع رئيس الحكومة المستقيل لمرة ثانية: الله يحمي لبنان. شكرا سيدي دكتور إلياس الحاج أستاذ الفلسفة وعلم النفس بالجامعة اللبنانية، شكرا جزيلا لوجود سيادتك معنا عبر الإنترنت. إذن هي الثورة، وإذن هو تحقيق لأهداف العدو أن يزيد الخراب، وأن هؤلاء الأعداء لكل الأوطان لا يرتاحوا ولا يسعدوا إلا برؤية مثل هذه المشاهد: الناس في الشوارع، إصابات، حرائق، دمار، خراب، غازات مسيلة للدموع، رصاص، فرصة للاندساس، رصاص حي، رصاص مطاطي، بالتأكيد مش من داخل الجيش الوطني اللبناني. يبقى ربنا يحمي لبنان، ولننتظر الساعات القادمة بما ستأتي إلينا في هذا الأمر. طيب أنا معايا بعض الأخبار بعد ما خلصنا ما وصلت إليه القضية اللبنانية. ناخد خبر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أعلن القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية والاتحاد المصري للملاح الرياضية والتابع لوزارة الشباب والرياضة. وأضاف إن البروتوكول نص على عدد من البنود أبرزها إدراج الملاحة الرياضية ضمن مسابقات مهرجان الكرازة المرقصية والمهرجانات الكنسية التي تتوافق طبيعتها مع هذه الرياضة. وجاء أيضا في بنوده هدف إحياء المسار الملاحي لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر. أخيرا أشار القس بولس حليم في بيانه إلى أنه وقع على البروتوكول عن الكنيسة نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، وعن اتحاد الملاحة الرياضية اللواء الدكتور مؤنس أبو عوف رئيس الاتحاد. نشوف الفيديو ودقائق وارجع. والسادة الأعضاء والسيد ممثل وزير الرياضة، عايز أقول إنه الرياضة دي حاجة جميلة، وبولس الرسول في الرسائل بتاعته في المكتوبة في الكتاب المقدس بيشجع على هذه الرياضة ويصفها أنها نافعة. اسمحوا لي أبدأ بالشكر لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرادة المرقصية. الشكر الواجب لما لمسته في المقابلة الأولى ما بين جدران البطرخانة من ترحاب وبشاشة مصري محب الوطن، محب لشبابه، محب لشعبه نفسه. واسمحوا لي أعبر عن سعادتي إن حدث اليوم هو يكون تحت رعاية قداسته وتحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي.